كرم الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الأحد أعضاء منتخب المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبيات الخاصة التي أقيمت في كوريا وبطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثامنة التي أقيمت في قطر حيث قدموا مكافآت مالية لأعضاء منتخبات المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة تقديرا لما حققوه من إنجازات وكان لسموه الكريم كلمة. وطبعا كان لسموه الكريم كلمة في هذا الخصوص مشاهد. هيا أكرر التهنئة لكم جميعا على أنكم والله الحمد خير سفراء لبلادكم فيما حققتوه من أكثر من إنجاز. أولا الظهور المشرف وهو في نفسي وفي نفس كل محب لهذه البلاد هو الذي يهمنا هو الظهور المشرف الأخلاق العالية وتزامن معها وتوافق معها النتائج والحمد لله الميداليات سواء الذهبية والفضية أو البرونزية في مختلف البطولات دولية وخليجية وعربية والحمد لله في كل البطولات والسابق إسلاميا يعني الحمد لله أنجزتوا في كل البطولات على مختلف الألعاب يعني حقيقة أنتم اتحاد كل من يخدم فيه وأنا أولهم وجميع الزملاء اليوم الحاضرين أعضاء مجلس الإدارة نفخر بكم ونفخر بعملكم والحقيقة باسمكم جميعا أربع أسمايات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين واسمه سيد ولي عهد الأمير واسمه سيد النائب الثاني والحقيقة الدعم المتواصل منهم حفظهم الله ومن حكومة سيد خادم الحرمين لدعم جميع الرياضيين ودعمكم بصفة خاصة لا شك أن نعرف أنه كل منجز لهذا الوطن له قيمة وله قيمة لدى القيادة وله قيمة لدينا جميعا فالحقيقة تقديرا لما تقومون به من إنجازات في كافة المستويات وحيث أني لاحظت أن النظام لا يشمل نظام المكافآت لا يشمل المحققين الميداليات الفضية والبرونزية على مستوى خليجي فالحقيقة وتقديرا لكم واستثناء من هذا النظام سيكون إن شاء الله تكريم الجميع سواء كل من حقق ميدالية سواء لهذا الاتحاد فقط ذهبية أو فضية أو برونزية إلا الواجب لأنكم تستحقون الحقيقة كل تكريم وإن شاء الله هناك رفع لقيمة الجوائز بما يليق بكم وبإنجازكم فأكرر الشكر وأكرر باسم أعضاء مجلس الإدارة كل الشكر أيضا الحقيقة أرحب اليوم بزميلنا عمار بوغس كعضو ومتحدث باسم الاتحاد نتشرف فيه في حضورك لأول اجتماع يا أهلا وسهلا الله يبارك أكرر التهنئة للأبطال وإن شاء الله نلتقي دائما وأبدا على إن شاء الله مثل هذا الحقيقة إحنا أشعرنا بتقصير تجاهكم لكن وشعور الجميع الحقيقة لكن ما نقول إلا إن شاء الله الحرص على توفير اللازم للإعداد وبإذن الله ثقتنا بالله ثم فيكم في تحقيق الإنجاز التكريم اللائق وهذا اللي نعدكم فيه وبإذن الله دائما أبدا موفقين إن شاء الله. وأيضا باسم القناة وباسم جميع الرياضيين السعوديين حقيقة نرفع القبعة لهذا الاتحاد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقة اللي دائما ما يرفع الرأس سلطان اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة يحرج كثير من الاتحادات الرياضية شوف اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن خلال السنوات الأخيرة حقق يعني إنجازات كثيرة سواء على صعيد اتحاد القدم على صعيد لعبة كرة القدم أو على صعيد الألعاب المختلفة كألعاب جماعية أو ألعاب بشكل فردي في ألعاب القوى أو في غيرها
فبالتالي هذا الاتحاد يستحق فعلا الشكر والتقدير. ومن هنا أتمنى من الشركات اللي وخاصة البنوك وغيرها من الشركات اللي لديها مداخيل عالية جدا وليس لديها عمل مسؤولية اجتماعية كبير نلمسه ونشاهده، أن يعني تتحرك قليلا لو نحو ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني أتوقع بأن عندما تأتي شركة وترعى هذا الاتحاد بكافة فئاته وألعابه وتدعمه وتكرم المنجزين فيه وترعاهم وتقدم لهم برامج على جميع المستويات، أعتقد بأن هذا هو الدور الطبيعي لها. أنا أعرف أن الاتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة حاول كذا مرة، ولكن للأسف لازالت القطاع الخاص خاصة نوعية من الشركات اللي نعرف أنها شركات كبرى وتحقق أرباح بالمليارات يفترض أنها تتحرك في هذا الجانب. وأنا أخص بالذكر دائما البنوك، لأن البنوك فيما يخص المسؤولية الاجتماعية خاصة نحو الشباب أعتقد بأنها غير مفعلة أو ما عندها التحرك أو الحس القوي بأهمية دورها الاجتماعي في دعم مثل هذه الأنشطة. إذا هي لا تريد أن تدخل في الأندية الرياضية أو في الاتحادات لاعتبارات هي تراها حق لها أنها تمتنع، فأعتقد بأن اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه الفئة من المجتمع أعتقد بأن ليس لديها عذر، وأتمنى أنها تتحرك، وأتمنى أن يكون في يعني نوع من العمل على جذب هذه الجهات لدعم هذه الرياضة. خالد، يعني كثير ما نسمع هذه الدعوة اللي قدمها طبعا الزميل سلطان في مساهمة كثير من القطاعات أو الشركات وعلى رأسهم البنوك، ولكن دون جدوى. رأيك أنت إيش الحل في مثل هذا الموضوع؟ المشكلة في هذا الموضوع أنه هذه الشركات الخاصة سواء بنوك أو أي قطاع خاص دائما تبحث عن المردود وتبحث عن ما هو يعني يزيد حجمها الادعائي من خلال يعني المشاركة في مثل هذه البطولات. للأسف يعني إلى الآن اتحاد الاحتياجات الخاصة لم يستطع أن يوصل فكرة أنه جميع ألعاب احتياجات الخاصة بتحقق بطولات في جميع المشاركات محلية قارية يعني دولية حتى خليجية. جميع مشاركات اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة بتحقق بطولات وبطولات عريضة وتثلج الصدور حقيقة. على اتحاد القدم، على اتحاد الاحتياجات الخاصة أن يقدم ملف بما تقدمه هذه البطولات والعدد المشاركات وكيفية الحضور والمتابعة والاهتمام الداخلي من القيادة. يعني هناك اهتمام كبير تحظى به هذه الفئة سواء من القيادة الرشيدة أو من الإعلام أو من الشارع بصفة عامة. فأنا أعتقد أنه في أنه لو فكر اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في طريقة لكسب هذه الشركات لدعم هذه الفئة أعتقد أنه يعني لن تقصر الشركات أو البنوك، يعني رغم أنها يعني هي لم تساهم في نعم. في الألعاب الأخرى اللي هم الأصحاء، فأنا أعتقد حيكون في شوية صعوبة في هذه الفئة، لكن يعني هناك باب خير يعمل في مثل هذه الفئة. أتمنى أن ينظر من هذا المنظور، يعني ليس المردود المادي، وأن يفعل برنامج الخدمة الاجتماعية الحقيقة في مثل هذه الجهات. اسمح لي أخوي محمد، احنا ما نتكلم، ما نبغى يدخلون ويستثمرون. يعني يفترض أن ما يدخلون ويستثمرون خاصة في 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 اتحاد الاحتياجات. مفترض مثل هالقطاعات فيها برنامج إذا خدمة إذا مجتمع. يعني إذا والله هذه القطاعات حتى في ذوي الاحتياجات الخاصة يبغوا مردود مالي واستثمار، فهذه أعتقد أنها مصيبة. إحنا نقول يدخلون من باب المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية كل شركة عندها بنود خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن للأسف هذه بنود متدنية جدا، يعني لا تتجاوز بعضها مليون أو 500,000 ريال، وتروح لبعض الجمعيات الخيرية أو تقسم على بعضها. يعني أني أنا صلحت شيء في المسؤولية الاجتماعية، ولكن اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة أتمنى أن في جهة ترعى بكامل ميزانيته وبكامل الأنشطة. يعني ما أتوقع بنك يحقق أرباح 3 مليار و4 مليار إذا ما هي أكثر، أن تعوقه يعني 10 مليون ولا 15 مليون أن يصرفها على ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم أصلا جالسين يقدمون إنجازات. إذا هي في الأنشطة الرياضية الثانية اللي لها مردود إعلامي وإعلاني وتسويقي ومالي ما دخلوا، لكن في هذه أتوقع أن المردود المالي غير مطلوب أساسا. يعني
عموما ننتقل ايضا يعني لخبر سعيد يخص طبعا منتخب البراعم، حيث استطاع طبعا المنتخب السعودي لكرة القدم للبراعم مواليد 2000 تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للبراعم والتي ستقام عام 2014 بعد انتزاع بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية إثر تغلبه على المنتخب اليمني بنتيجة 3 أهداف دون مقابل. وتعادل المنتخب القطري مع المنتخب الكويتي بدون أهداف في ختام مباريات الجولة 4 التي أقيمت اليوم الأحد بمدينة الدمام. خالد، يبدو إن شاء الله أن مستقبل الكرة يعني مشرق. والله أخوي محمد، يعني أنا يعني من سنين طويلة وإحنا نشاهد هذه الفئات، يعني أنا أسمح لي أني يعني ابتسمت، لأنه بالفعل يعني كل منجز يحققه البراعم أو الناشئين أو الشباب نسعد به، مثل اليوم مثل الآن ما إحنا في هذا البرنامج سعيدين بما حققه منتخب البراعم في التأهل نهائيات كأس آسيا. لكن ماذا بعد ذلك؟ يعني أنا أتمنى، يعني كنت ناوي أني أرصد أسماء، إلى أين تصل هذه الأسماء سواء كانت من براعم أو شباب أو ناشئين. هناك خطة خماسية يعني بوجود خميس الزهراني والاهتمام بهذه الفئات، وحقيقة يعني قدموا فريق للشباب والناشئين جدا رائع وحققوا بطولة الخليج من خلاله. لكن هل يستمر هذا الجهد؟ هل هناك دعم من اتحاد القدم لهذه الفئة؟ هل هناك برامج؟ هناك كلها على الورق، يعني على الورق وجدنا يعني أمور كثيرة، ولكن نحتاج الكثير. يعني هؤلاء الفئات البراعم الفئات السنية بصفة عامة هي يعني هي اللبنة الحقيقية للكرة السعودية، وعندنا مثال حي المنتخب الإماراتي، يعني خلال 7 سنين أخذ كأس الخليج وسيواصل هذه الإنجازات بنفس التيم. يعني فأنا أتمنى إنه هذا المنتخب البراعم يتم الاهتمام به ويكون دعم لمنتخب الناشئين والشباب الذين هم أيضا يقدمون مستويات جيدة، ومستقبلنا حيكون جدا رائع لو اهتمينا بهذه الفئات. طيب باختصار، أنت متفائل ولا متشائم؟ لأن في البداية بدايتك متشائم بس انتهيت كويس متفائل. لا، أنا متشائم على ذكرى سابقة، لكن إن شاء الله متفائلين. طيب سلطان. شوف أخوي محمد، في الجانب هذا خلينا نكون منصفين شوي. يعني إحنا يمكن خلال الفترات الماضية مع الفترة الانتقالية إلى آخره كان في عندنا مشكلة في كيفية التعامل مع إدارة منتخبات، ويمكن تلقت هجوم كبير بخصوص مصروفاتها وما تقدمه وبرنامجها ورؤيتها واستراتيجيتها إلى آخره. وكان من ضمنها الرؤية والاستراتيجية هو استحداث منتخب البراعم تحت 14 سنة إلى آخره، إلى التسلسل اللي صلحه كله. هذه بداية الثمار. المشكلة ما هي عندنا، ما هي في المنتخبات. المشكلة الآن اللعيبة الموجودين في منتخب البراعم إذا رجعوا إلى أنديتهم، هل سيحظون بنفس الاهتمام اللي موجود في المنتخب؟ هل هناك في الأندية من يهتم بهذه الفئة؟ يعني احنا نعرف أن أغلب الأندية عندنا ناشئين وشباب، ولكن فئة البراعم يمكن غير مهتم فيها بشكل كبير جدا. في المنتخبات يمكن تهتم فيها بشكل أكبر. فأتمنى أن هؤلاء اللاعبين الصغار في السن عندما يعودون إلى أنديتهم يجدون اهتمام كبير، يجدون رعاية، يجدون نوع من الصقل لموهبتهم. هذا هو المهم.